يا أحباب قلبي، في حلقة اليوم قصة من نوع آخر، قصة غادي تعلمنا أننا عمرنا ما نوزنوا على شي إنسان، خصوصا وإحنا ما عارفينش ظروفه، ما عارفينش نيته وما عارفينش الماضي دياله. قصة اليوم هي قصة شابة في مقتبل العمر بحال أي شابة بنت دارهم، جميلة ما شاء الله ومؤدبة، اللي غترتكب غلط لأي وحدة فينا بإمكانها ترتكبه لولا لطف الله فيها، غلط اللي غادي تخلص عليه غالي وباقي كتخلص عليه. حكاية اليوم حكاية مليئة بأحداث اللي فيهم عبر لكل شابة كتحول أحلامها ديال المستقبل من خدمة وقراية ومستوى إلى إنسان عديم الضمير. سلام سلام ومرحبا بكم في قناتنا اليوتيوب سلام عليك. إن شاء الله كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. بغيت نقول لكم واحد الحاجة، هو الأول قبل ما ننسى واحد النقطة ما كنتش متوقعة نهائيا. في آخر حكاية إذا كنتو شفتوها ديال البنت الملقبة بجنة وتحملات مسؤولية خوتها، ما يمكنش شحال تجاوبتو وتعاطفتو معها، وما يمكنش شحال من واحد طلب مني نمرتها في الخاص باش يتساعد معها. واش عرفتو شنو درتو؟ راه خيركم غادي يعودو لكم مولانا، وأي حاجة عطيتوها في سبيل الله والله العظيم حتى غيفيد لكم مولانا من خيرها. من غير هذا حتى كلماتكم وتعاليقكم الجميلة والرائعة اللي طبطبات على قلبها وخلتها تكون أقوى وأقوى وعطتها الثقة في نفسها. نزيدكم آخر جملة، فعلا أكدتوا لي باللي عندي عائلة اللي عندها مولانا هنا، وسعداتكم سعداتكم وهنيئا لكم. ودابا لنبدأ. أم جود كتقول حنا ثلاثة ديال الخوت، أنا اللي بنت عند والديا وزوج خوتي دراري صغار. عائلتي عائلة جد عادية، ماما ربت بيت وبابا كيخدم في مدينة واحدة أخرى وكنشوفوه من الويكند الويكند، وصراحة هو كأب فراه قايم بالواجب ديالو، ولكن الجانب ديال الحنان ما كنحسوش به وكنتكلم على راسي، فهو مركز على أنني باش نقرأ ونجيب نقاط مزيانة وصف، وإذا كان العكس نتاع هادشي كنا كل عصا. كانت عندنا في الدار مراقبة شديدة وخلبوة ديال بابا. من غير هذا عايشين الحمد لله مزيان، موفر لنا كاع الأساسيات، وكل صيف كنسافروا لشي مدينة بغيناها في المغرب. خليني نقربكم من راسي أكثر، أنا إنسانة اللي دايها في قرايتي مجتهدة، ووالديا معاونيني بالسوايع وباغا نوصل، ما كنعرفش تفليا أولا نضيع الوقت في التفاهات. الحمد لله غادي نجح في جميع المستويات في دراستي وغادي نوصل لأولى ثانوي، غادي نتفوق، من بعد غادي نطلع الباك، وفي هذه المرحلة كيف كتعرفوا كتكون مرحلة حساسة، وهنا فين غادي تبدأ قصتي. قصة اللي ما كيدوش شي نهار بلا ما تفكرها، قصة خلات من وراها بزاف ديال المخلفات اللي دازوا عليها السنين وغادي يدوزوا عليها سنين اخرين، ولكن انا مأكدة غادي نبقى كنخلص فيها. دابا اجيو تعيشوا معايا تفاصيل حكايتي. في الباك كانت عندي 14 سنه، غادي نتعرف على بنات واللي غادي نتصاحب معاهم، كانت صحبه طالحه بما تحمله الكلمه من معنى. هاد الصحابات غيتبتوا ليا فكره في دماغي، الا ما جا الباك غادي يجي مبارك، غادي يقنعوني بلي القرايه ما عندهاش فاش غادي تفيدني وما كاين لاش ندير شي مجهودات. صراحه ما عرفتش شنو كان قال لي راسي حتى سمعت ليهم، وفي الاخير غادي نتبعهم وغادي نبدا نغيب ونتهاون. ماما غادي تسيق الخبر على الغياب ديالي، غادي تسترني وما غاديش نقولها لبابا حيتاش اذا عرف غادي يقتلني، وهو باغيني غير نقرا ونجح. فهاد العام نيت واحد ولد حومتنا خدام في داكشي ديال النجاره، غادي نزيد نتعرف عليه اكثر، غادي يبدا يوصلني اذا احتاجيتو ويقضي ليا شي غرض، ومره مره كيديني للسوايع. المهم ربطت معاه واحد العلاقه عاديه شويه مقربه، لا هاد زوج كلمات ما كيتلاقاوش. المهم كنا قراب من بعدنا وصاف. هاد ولد حومتنا كان هو الصغير في خوتو ومفشش في كل شيء. في هاد الوقت اللي فيه خصني نركز على قرايتي باش نحقق احلامي، هاد ولد دربنا هو اللي غادي يولي الحلم ديالي. وبين ليله وضحاها بسبب اهتمامه الزايد ليا، او بالاحرى ملأ واحد الفراغ غنلقى راسي معلقة به. وبين قوسين يا متابعين يا كرام، ما كرهتش انكم توقفوا الفيديو واحد ثواني وتهبطوا لتحت تقولوا لي في التعليق واش حتى نتوما كتشاركوني نفس الراي اللي غنقول لكم دابا، وشحال كان امن بلي انه الاب خصو يكون يصاحب بنته ويشبعها حنان، حيتاش لما تيكون نقص او خلل في هذه النقطه تاكدوا بلي المراهقه خصوصا كتحاول انها تقلب عليه في مكان غلط، حتى كنلوموها في الاخير. المهم نرجعوا لحكايتنا.
غادي يدوز العام ما غاديش ننجح فيه، بابا غادي يطلع ليه الدم فعلا، غادي يعاقبني ويحبسني من القراية، غادي تحاول ماما تقنعو وغادي نوعدها بلي أنني غادي ننجح هاد المرة، غادي نرجع وما غاديش يخلص عليا السوايع، ماما اللي غادي تكلف ليا بكلشي، غادي نقرر باش هاد المرة أنني نجمع راسي ونعطي اتساع لهاد البنات. وهنا شديت البكالة العام نجحت. في نفس الوقت هاد الانسان غادي يبغيني وغادي ياكد ليا بلي باغيني الزواج وماشي التفليه. ماما غادي توافق ولكن خوتو غادي يكونوا ضد حيتاش كنت باقا صغيره وطلبوا مني باش انني نتسنى واحد شويه. ماما عيات ما تقول ليا تفرق عليه والو اللي فراسي فراسي. المهم بقينا مطولين في العلاقه اللي دامت سنه واحده اخرى على امل في انتظار اننا نتزوجوا الى ان شاء الله اني غادي نحمل منه. العائله ديالو غادي يثيقوا الخبر تصدموا وغادي يقولوا ليه بلي انا غير لاصقه فيه وبلي راني كنكذب عليه وبلي هو راه ماشي الاب نتاع هادشي اللي في كرشي. غادي يبدا يتغاوت معاهم، غادي يتزايد معاهم في الكلام ويقول لهم بلي راه هو المسؤول. غادي يمشي عند خوتو غادي نقول لهم باش انهم يخليوه يتزوج بيا حيت فعلا هو الاب نتاع الجنين اللي في كرشي. غادي يجريو عليا ويقولوا لي يعطيه اتساع. من بعد غادي يجي خوه الكبير لعند ماما غادي يقول لها شدي بنتك راه جايه كطيح الباطل على خونا، ولا غادي يمشي نقولها لبا. ماما تصدمات وما عرفاتش باش تبلات، ما ظناتش في هذا الشيء كله، وها هي طاحت في داك الشيء اللي كانت خايفه منه. كان عقل مسكينه غادي تطلعني للسطاح وتشدني وتبدا تسولني اش درتي كيفاش وامتى. غادي نشرح لها كل شيء وبلي كنت خرجت معاه وعمري تجرأت باش انني نغلط، حتى مؤخرا غادي يديني لواحد الدار نتاع اختو في العروبيه. ماما غادي تبدا تبكي، تمنيت لو كان ما كنتش حطيتها في هذاك الموقف. وهذه كانت اول واخر مره ماما غادي تحط عليا يديها. ماما من طبعها حنينه بزاف وكتخاف عليا وما كتبغيش تخسر ليا خاطري، كتبكي وكتقول ليا ما كنتش باغاك تطلعي بحال هكا وما كنتش باغاك تغلطي قد هذا الغلط. في هاد الفتره شحال من واحد غادي تقدم ليا باش يخطبني وانا والو، كنقول ليها بلي راه هو باغيني. واحد النهار غادي يوقف عليا خوه وغادي يقول ليا اجي ضروري معايا لعند الطبيب الفلاني باش ديري اجهاض حيتاش راكم باقيين صغار. غادي يعطيني 7000 درهم ويديني ويخليني مع الطبيب. الطبيب غادي يسولني واش معاك شي ولي امر ديالك، غادي نقول ليه لا. غايقول ليا خاصك تجيبي ماماك ضروري باش تسني على واحد الورقه باش هي تحمل مسؤوليتك. جيت عند ماما وقلتها ليها، ماما رفضات وقالت لي واحد الجمله عمرني نساها، غادي تقول لي سيري لحراسك مشي بلاصه عاليه وما تقتليش هذيك الروح اللي في كرشك. وهي غادي تضطر باش انها تولي تكتب على بابا باش نقدروا نخرجوا راسنا من هذا المشكل. انا يلا بديت القرايه في واحد السونتر من بعد ما شديت الباك، كل مره ماما تبدا تكتب على بابا وتقول لي عيطوا عليها هنايا صيفطوا ليها هنايا. المهم كل مره شنو كانت كتقول لي، وحيت هو عارف ماما بلي انا ما كتكذبش عليه فغادي يتيق اي حاجه جات من عندها. وسبحان الله في هذه الفتره نتاع الحامل ديالي ما كانش كتبان ليا كرشي لدرجه كون كنلبس جدا عادي. خوتي واش ما عاقوش بيا، خوتي كانوا صغار ما عارفين والو، وبحكم بابا خدام بعيد فالاسبوع كله كندوزو مع ماما، وفي الويكاند اللي غادي يجي فيه بابا كل مره وشنو ماما كانت تكذب عليه. ها هي عند خالتها، ها هي هنا. المهم ماما غادي تضطر باش انها تاخذ الساروت ديال دار جده باش مره نجلس فيها نتخبى في داك الويكاند لما كيجي بابا، وحتى كيمشي هو وكنعاود نجي. وكان ديما داير معايا فيديو كول، تيهضر معايا ابل فيديو، كيشوفني بالكاميرا ويشوف واش مشيت للسونتر. المهم كان عند بالو بلي انه مراقبني وكلشي هو هذاك، ولكن فاش كنكون مع راسي ما خليت ما درت باش انني نطيح هذاك الجنين، كنت دائما كنزف بداكشي اللي كنت كنشرب والو عمر داك الجنين ما كان بغي يطيح. فهاد الفتره كنت تفارقت مع صاحب الفعله حيت كل نهار كان كيطمعني باش اننا نتزوجوا، درت 3 شهور وما كان والو وانا قرر باش انني نسد عليه بمره. من بعد غادي نسيق ليه الخبر بلي انه تزوج ودار حياته، ولكن عند بالو بلي انني حيدت لذاك البيبي. المهم غادي ندوز الفتره ديال الحمل ديالي عادي بحال ما حملاش، حتى لواحد المره في السونتر غادي يصيفطوني ستاج لواحد البلاصه وانا خارجه كنخدم حتى كنلقى راسي كنزف. والله يسمح ليا من ماما شحال تعذبات معايا لواحد الدرجه ما كتصورش. غادي نعيط على واحد ولد الحومه كان عقل عليه ديما محترمني وباغيني الزواج وبعقله ومتدين، هو اللي غادي نعيط ليه وغادي نقول ليه عافاك عيط على ماما راني غادي دابا للسبيطار. هو اللي كان كيجيب ليا الماكله
وهو اللي لقيت مع ماما فاش فاتني كل شيء وتقلب عليا كل شيء. غادي نولد بنتي وكان شوف فيها وما متيقاش واش انا وليت ام من بعد 3 ايام غادي تبدا تحل عويناتها فيا. غادي نبدا كنشوف فيها وكنبكي. غادي يبان ليا كاع العيالات اللي دايرين بيا ولي الله ولدات جايين عائلتهم واسينهم فرحانين بهم، وانا كنشوف بنتي وكنتمنى لو كان ما جبتهاش في الظروف. عمرني تخيلت ولا تمنيت انني غادي نعطي بنتي واحد النهار، واللي وصلني لهذا الشيء حيتاش تطمعت وتغدرت وتقت وتطعنت، وانا كنت عارفة بلي انه ما كانش عندي الحق باش انني نغلط بحال هذا الغلط كتقول ومجود. في هذه الفترة بدات واحد صاحبتي كانت مقربة ليا بزاف، كانت تعرف واحد البنت اللي هي بدورها كتعرف شي سيدة باغية تبنى شي بيبي، وغتقول ليها بلي راه كاينة واحد البنيتة يلا تولدت وماماها بغات لي تبناها. فعلا بعد 3 ايام في السبيطار غادي نعطيها ليها، او بالاحرى غنعطيها لماما اللي غتهبط عليها لتحت السبيطار. عرفت بلي انه هاد السيده لاباس عليها وبلي ساكنه في الخارج وصف لا اكثر ولا اقل. تخيلوا بنتي كنعطيها لماما وانا تنضحك وانا تنبكي ما عرفتش شنو وقع ليا. غادي نعطيك بنتي وبلا هوايه، غادي نخرج، غادي يجي ولد حومتي يديني لدارهم عند امو اكيد اللي كتعرفني وكانت كتمنىني لولدها، ولكن ما عمرها ما عرفت سري من غيره هو وماما. فمباشره من بعد ما خرجت من السبيطار غادي يديني لعندها باش انني نرتاح واحد 15 يوم، وغادي يقنعهم بهذاك البيبي اللي حملت به راه ديالو هو وراه توفى. غادي يستقبلوني بحال وحده من بنتهم ويتعاملوا معايا مزيان حتى وليت بخير. صاحبتي اللي توسطت ليا غادي تغدرني وتمشي تعيط على اب بنتي وتقول لي بلي فلانه راه ولدت بنت. هو ديك الساعه غادي يدوي ليا ويسولني باش يتاكد، وغادي نقول ليه بلي لا راه ماشي بصح وبلي فعلا راني نزلت داكشي اللي كان في كرشي. من بعد غادي نتهوس بفكره وحده هي انني نخوي البلاد، حيتاش اذا بقيت هنا اكيد غادي ننتقم لراسي منه. وحتى كنفكر في شي فخ انني نديرو ليه وكنتراجع وكنقول علاش غادي نعاود نخرج على راسي على قبل شخص دمرني ومشى عاود حياته. غادي نبدا نقلب على شي خدمه خارج البلاد وفقا للدبلوم اللي عندي، غادي نلقاه وغادي نتقبل. في 2019 غادي نجمع حوايجاتي، غادي نهز ساكي وغادي نزيد في حالي. يمكن غادي تقولوا بلي راه باباها صعيب كيفاش بهذه السهوله، ولكن بابا منين شاف بلي انه جاتني فرصه باش نخدم في بلاصه بعيده وفيها سالير مزيان ساندني، وكيف كنت قلت لكم هو تهمو اني نجتهد ونقرا ونخدم. صاف غادي نمشي فعلا في 2019، وليومنا هذا مازال عمرني هبط المغرب. ولدابا بابا ما عارفش بلي هذيك بنته اللي داخله سوق راسها واللي قرايه راه داز عليها هذا الشيء كله. من نهار خرجت من المغرب غادي نخدم وعيشه مزيان ماديا، ولكن هذه سنه وانا متبع مع طبيب نفساني ولكن بدون جدوى. انا اليوم عندي 24 سنه، ولدابا دازت على الولاده ديال بنتي 5 سنين. كل سنه في عيد ميلادها كنشعل شمعه وكنتمنى لو كان ما عطيتهاش. بنتي كتكبر وهمها كيزيد معايا، كيف دايره كيف عايشه شنو كتحس. انا محروقه داخليا، وحتى من صاحبتي اللي غدراتني ما بقاش عندي معاها تواصل نهائيا، وليت بحال شي روبو كناكل كنهز والايام غاديه بحال هكا كتعاود. وهذه هي كانت قصه ام جود. بزاف ديال التفاصيل اللي عودت لي ام جود ككل مره كناخذ منهم المختصر المفيد واللي غادي نستافدوا منه. كتقول عافاكم اي وحده كتسمعني ما تيقش في حتى شي انسان ولو يضرب معك حتى 10 سنين، راه اذا ما درتيش العقد فالشيطان ثالثكما. اذا ما كانش شي حاجه على سنه الله ورسوله ما تغريش وديما فكري في القدام. سميت راسي في هذه القصه ام جود حيتاش كانت امنيتي نسميها جود، ودابا رساله خاصه مني انا ام جود لماما. ماما سمحي لي امام كل واحد كيشوفني دابا، سمحي لي على العذاب اللي درت لك، وسمحي لي على كل دمعه نزلتها لك. سمحي لي حيتاش خنت ثقتك فيا واخا عييتي ما توصي فيا. عمرني فوتك وعمرني ما غادي نخليك. هزيتيني فاش نفرني كلشي، كتمتي سري وعاونتيني بلا ما يسيق الخبر شي حد. كنتي ماما وبابا وخويا وصاحبي وكل عائلتي. كنتمنى شي نهار نفرحك باش نساو الماضي. اما عن الانسان اللي تشبت بيا وبالسر ديالي وبغاني وما بغيتوش حتى انت سمح ليا، حيتاش ما بقيتش كنثق في شي انسان. شكرا حيتاش بغيتيني ودخلتيني لداركم وقلتي لوالديك بلي جاني اللي فكرشي منك انت. شكرا حيتاش كنت نفيسه في داركم. شكرا
حيتاش عطيتيني قيمه وسط ناسك واهلك، وخا هكاك اديتك بشحال من كلمه غير باش نحميك مني ونحمي راسي من كل ذكر، لانه لدابا راني باقا كنعاني، تعقدت وماشي سهل عليا باش انني نعيش عادي، وانا عندي كبده ما كيوصلني عليها حتى اخبار. ودابا بنتي الحبيبه ما عرفش شحال ديال الوقت باش نقدر نشوفك، انا غنتقاتل باش نلقاك، واذا شي نهار تسال ليا الجهد هاد الفيديو هو اهداء لك، فيديو اللي فيه الحقيقه كلها اللي ما عارفه حتى حد من غير ماما الحبيبه وهاد السيد اللي تشبت بيا وما قدرتش عليه. الحبيبه بنتي غادي نقول لك الى لقاء عاجل. وهذه هي كانت رساله ام جود. احبائي متابعيني الكرام، انا مزوقه فيكم لوجه الله، ما بغيت حتى شي حد يلومها، حيتاش اي وحده فينا والله العظيم كان بامكانها تدير نفس الغلط. ما تقولش انا وانا وانا وانا، اذا اي وحده فينا تعتقات واي وحده فينا ما غلطاتش فهذا كان لطف ديال مولانا بينا، وماشي حيتاش اخلاقنا ولا حنا ولا ولا ولا. تيقوني ام جود شابه في مقتبل العمر، من بعد ما غرقت معاها في الكلام مزيان وشفتها في التصاور كنأكد لكم والله شاهد على ما اقول باللي ماشي شي انسانه فاسده، فقط غلطات وما فكراتش وتقت بزاف، لكن من بعد ما جمعت راسها وكونات مستقبلها ما مشات في حتى شي طريق اخر باش انها لا تنتقم من روحها ولا تنتقم من شخص اخر. ام جود وعدتني باش انه ناويه لما تمشي للمغرب ضروري غادي تبدا اجراءات باش انها تقلب على بنتها، ولو دعات الضروره انها تخليها لديك السيده، غير المهم انها تشوف بنتها وتسامح معها. يا متابعين يا كرام، كيف ما عودتوا صاحبات القصص بالطيبوبه ديالكم، فرحوا ام جود وطبطبوا على قلبها، حيتاش ماشي بخاطرها ومحتاجه تسمع كلام زوين. كنتمنى انه قصه اليوم تكون نالت اعجابكم وعطاتكم عبر، وتكون قصه كانذار للشابات نتاعنا اليوم. نتلاقاو في حلقه مقبله في الايام الجايه ان شاء الله. سلام سلام.